اهلا وسهلا فيك يا ابرار، منورتنا اليوم. روحك جميله حبيبتي انت اكثر والله. كذا الناس اللي يشتغلوا في المواسم عندنا كذا في السياحه لازم تكون كذا تحب الحياه وتحب الدنيا والناس وكل يعني فئات المجتمع وتتصالحي مع الناس والدنيا ونفسك كمان. يا سلام، وخاصه لما يكونوا في سياح كمان من الخارج. هذه هويتنا ولازم يعني يشوفوا فينا هذه الروح الحلوه. صحيح، وهذا طبعا اصلا يعني طبعاً. شيء مو مكتسب، شيء أساسي في الكلتشر السعودي. في الترحيب، يا هلا وسهلا فيك مره ثانيه. أبرار، خليني أسألك، اليوم دخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار والتعاون مع هيئة السياحة، يعني قديش يعني أعطاكم أنتم كمستثمرين فرصة، يعني أنا أعتبرها جبارة، يعني أنكم أنتم تستثمروا داخل بلدكم؟ صحيح، اولا يعني لما نجي نتكلم عن الاستثمار في القطاع السياحي فهو شيء في العالم كله منتشر، لكن الشيء المميز ان الدعم اللي احنا بنلاقيه من هيئه السياحه، يعني هذا اللي انا اشوفه شيء مميز عن في الاستثمار في القطاع السياحي في السعوديه عن الاستثمار في القطاع السياحي في اي مكان في العالم الثاني. متابعه مستمره، تواصل مستمر، ما تتخيلي قد ايش يعني بيشوفوا كيف سبل الدعم، كيف من ناحية تسويقية، من ناحية خبرات، من نواحي مرة كتير. فبيسكلي الأساس عندنا هي السياحة، هي اللي زي ما أقول لك النقطة اللي بتخلي القطاع ده أتراكتيف عن أي قطاع تاني الحقيقة. يعني لما بدأوا بالمواسم في فترة الكوفيد 19 والزحمة اللي صارت في 2020 هم أحيوا القطاع. يعني القطاع كان أول ما صارت الأحداث ووقف السفر وبدأت الناس تخاف والحظر، بدأنا نفقد الأمل ونحس أنه التطور اللي ممكن يصير في القطاع السياحي حيصير بعد سنتين أو ثلاثة بدل ما حيصير السنة هذه. لما هيئة السياحة فعلت المواسم وبدأت تكلمنا وتتواصل معانا حسستنا بالأمل من جديد طبعا. فتحت قدامنا أبواب أصلاً ما كانت مفتوحة من قبل. فتخيلي التايمينج كان بيرفكت. الدعم يعني الدعم اللوجستي، الدعم التسويقي، في التنظيم، في إنها تقربنا من بعض وتعمل اجتماعات دورية، يعني مهما قلت ما حقدر أوفيهم حقهم الصراحة. أيه جميل، صراحة جدا جميل الدعم اللي بنلاقيه من هيئة السياحة وقدين، وهيئة الترفيه أكيد والسياحة قديش بنجميل جدا، وكيف أنه هي أتاحت الفرص لكثير من المستثمرين أنهم يدخلوا في عالم السياحة. خلينا نقول بعد كوفيد 19 أتوقع يعني كله كان متوقع 5 سنين باكوردز، لكن إحنا تقدمنا 5 سنين. صحيح، يعني بالدعم النفسي، بدعم المنشآت، بالدعم الاستثماري كمان للمنشآت. ذكرتي هنا عن توليد الفرص الاستثمارية اللي توجدت، حكيني على أكثر ملامح هذه الفرص المتاحة حالياً. طيب تخيلي لما أقول لك أنه هيئة السياحة خصصت منصة مجانية لنا نحن كمنظمين رحلات سياحية أنه نحن نعلن عن باقاتنا وهم يسوقوا لنا هي من غير ما نتحمل أي تكاليف. فهذا وخلت أتاحت الفرصة للسياح الداخليين والأجانب أنه من منصة واحدة يطلعوا على كل الفعاليات، أكثر من 300 فعالية من مكان واحد بتساوي وبين وبين بعض وبتعاون مرة كبير ودعم من هيئة السياحة. فهذا واحد من الأمثلة. الأمثلة الثانية أنه السياحة أنا دائما أسميها، أقول أنه السياحة هي مرادف لكلمة خير. فأنت متخيلة أنه السياحة هذه يعني بتفتح أبواب كبيرة جدا من الأنشطة المتنوعة للأسر المنتجة، للمشاريع الصغيرة، المشاريع الصغيرة، للمطاعم، للمقاهي، للأوتيلات. يعني لما أتكلم عن القطاع السياحي ما أتكلم عن قطاع واحد زي لما أتكلم عن القطاع العقاري أو القطاع بيخدم كل الجهات، يعني بيخدم الفود فود اند بيفرجز، بيخدم السياحة، بيخدم حتى السيرفيسز اللي موجودة أيا تكن. فأنت تخيلي هي نقطة استقطاب مرة مهمة وجميلة، وتعتبر المملكة يعني فيها خليني أقول خير كثير. تخيلي ولما يقدم لنا هيئة السياحة يرسلون لنا مسارات بالسيارة كيف تروحي أنحاء المملكة وتزوريها، ويكون هذا الشيء متاح، هذا الشيء أحلى بكثير كمان. يعني جميل
جميل جدا انه في الان يعني في تسهيلات مره كثيره من هيئه السياحه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، اليوم قاعدين نتعرف على خيرات بلادنا وقاعدين نكتشفها مع بعض، وهذه من الاشياء الجميله اللي حصلنا عليها هذا السنه. طيب ايش هي المنتجات الان اللي انتوا يعني انتوا كقطاع خاص بتقدموها في موسم السياحه او في موسم ال؟ طيب انا مثلا اتكلم عن نفسي، انا بدات تشغيل مطعم في البلد، في المنطقة التاريخية للأكلات التراثية، وتحفيز الشباب أنهم يشتغلوا. من الأسبوع الماضي على فكرة أنا كنت ناوي أجيك المطعم. الله يحييك في عيوني، لازم تجي الويكند. نحن حنبدأ نعمل فعاليات في المطعم سياحية تراثية ثقافية، بحيث أنه أنا صراحة أشوف السياحة هي تجمع بين التراث والثقافة والفنون، فأنا حبيت مشروعي اسمه أصلاً شركة يعني المؤسسات حقت اسمها مغامرات وهوايات. حلو. بحيث أنه إحنا نجمع بين الثقافة والتراث والمغامرة والفنون والهواية، وإن شاء الله مقر في البلد كمكتب، وكمان حنشتغل على المطعم. فهذا مثال أنه كيف السياحة بتوفر الفرص. تخيلي، هذا أنا بتكلم عن نفسي، في ناس أكثر مني بكثير، وفي ناس استفادوا من هذا القطاع بشكل أكبر بكثير، خصوصا أنا لما أتكلم عن أسر منتجة، لأنهم بيبيعوا منتجات بحب. صح. فتخيلي أنت لما تباع لك المعمول بكل حب وشغف، طعمه مختلف. طبعاً. صدقيني حيكون كل شيء فيه غير. تخيلي. صح. تخيلي من كل بيت في أنحاء المملكة، خليني أتكلم بس أنه مخصص مثلا هنا في جدة، في كل بيت كل سيدة بالشيء الوحيد اللي هي مثلا تكون شاطرة فيه. صح. بيجينا. فكذا أنا أتوقع يعني زي الخيرات من كل شيء، يعني اللي يشتهي المعمول، يشتهي المخلل، اللي يشتهي أيا يكن. صح. صح. المكسرات، بكل دائما أكل البيت لي طعم تاني. خليني أنا بسألك كبرار، يعني أنا أتوقع أنك أنت سافرتي أنحاء المملكة وزرتي مناطق كثيرة في المملكة. صحيح. أحكينا على مغامراتك كبنت سعودية حبت بلادها بكل شغف بكل حب، فتحتي مطعم في البلد بكل حب، حبيت أنك أنت تقدمي وتحطي بصمتك في المملكة لأنه هي أعطتك الكثير عشان. صح. تخليكي أبرار. صح. فأنت فين رحتي في المملكة؟ خبرينا تفاصيل أكثر. طيب أحكيك كيف بدأت رحلتي أصلاً. أنا كنت زي أي إنسان عادي، يعني بيسافر دائماً برا ومشغول بالسفر برا، يعني كل 3 شهور بروح مكان. أوروبا مرة أحبها، دبي طبعاً my favorite، يعني فكنت دائماً مشغولة وما كان عندي وقت، أنه ما كنت أتخيل أني حأشوف الجمال اللي أنا شفته. لما قررت أدخل في القطاع السياحي بسبب رؤية 2030 اللي خلتنا لفتت نظرنا أنه ترى عندنا خيرات وعندنا طبيعة وعندنا أماكن مرة حلوة، ما سافرت برا أبداً. لي 2 سنين أنا ما شفت، يعني ما سافرت، آخر سفرة سافرتها من 2 سنين actually، من كثر ما أنه الجمال أبهرني. بدأت من جدة طبعاً، منطقة تاريخية بحكم أنه جدي الله يرحمه كان عمدة هناك من قبل 25 سنة، هو توفى لكن لسه أثر وريحته موجود هناك. فبدأت من هناك ورجعت للذكريات ورا، وبعدين بدأت رحلتي أنه أنا أستكشف المنطقة الغربية من الجنوب إلى الشمال. عملت رحلة عبارة عن 15 يوم اسمها Discover Saudi. بدأت فيها من جدة، رحت على الباحة، رحت على الطايف، رحت على أبها، بعدين طلعت على فوق على الشمال، تبوك، العلا، كل منطقة ما تخيلي، هو على يعني هو خط واحد بس كل منطقة لها جمالها، كل منطقة لها إبداعها، لها بيئتها. شوية أنت تكوني ماشية في الطريق الجبال تكون حمرة، شوية تتحول سودة، شوية تحول رملية، شوية تلاقي فوهة بركانية، شوية يعني جمال ما هو طبيعي، شوية تطلع جبل وخضار وجو حلو ومأكولات لذيذة. لازم تعملي لنا رحلة. لازم نطلع. طيب أبرار، اليوم موسم شتاء سعودية الآن هذا السنة، إيش اللي يحمس فيه أكثر؟ إيش قاعدين تعملون فعاليات؟ أولاً الأجواء السعودية الشتوية مرة حلو، يعني جدة تكون لطيفة ورايقة، أنا أسميها درجة الحرارة 23 في الليل، ممتع يعني الموضوع، فتقدري تروحي تقل الرطوبة، تقدري تستمتعي بيها. بعدين تطلعي على الشمال حيكون البرد يعني، وفي الحدود الشمالية عندك تبوك يعني ممكن ينزل فيها ثلوج، المناطق الشمالية زي ما بنسمع دائما في الأخبار، بس عمرنا ما رحنا وشفنا. أيه. إن شاء الله السنة دي حنروح ونشوف.